معاذ نعم سني، عندكم مهدي لو ما عندكم؟ نعم يوجد مهدي. شلون نعرفه؟ كيف نعرفه؟ تفضل. المهدي يأتي في زمان يقل فيه العدل ويمتد فيه الآن العدل. الآن قل العدل، شلون نعرف أن هذا الرجل الآن قل العدل، شلون نعرف أن هذا الرجل اللي جاء هو المهدي؟ يعلم بأنه يكون هاديا للناس، يعلم بالناس، يعلم مبني للمجهول كمحمد. أنا الآن اسمعني للنسب الحسن. يا أخونا الحبيب، الآن في 1000 واحد من نسب الحسن عليه السلام، شلون أعرف أنه هذا دون غيره هذا هو المهدي؟ حتى أروح وراء. خذ العلامة الأولى، يأتي في زمان فيه ظلم يقل فيه الحكم. أحسن، فيكون حاكما على الناس. هدو. وحدة. الآن يأتي زمان فيه ظلم. الآن أخواننا في فلسطين ظلموا ولا لا؟ يأتي في زمان الأرض فيها ظلم وليس مكان من الأرض. الآن الأخوة في فلسطين، الأرض كلها الآن الأرض كلها تظلم فلسطين الآن، صح ولا لا؟ من مع فلسطين؟ يلا مين مع؟ تظلم بقعة من الأرض وليس كل الأرض، يعني الظلم موجود في فلسطين لا يوجد في بقية الدول. يعني المهدي عليه السلام ما يجي إلا أنه في أناس يظلمون أمريكا ويظلمون ألمانيا ويظلمون فرنسا ويظلمون مين هذول الظلمة؟ لا المقصود به الإسلام، المقصود به الإسلام، فإن الكفار أصلا أراضيهم فيها ظلم حتى في زمان النبوة. لحظة، هل النبي صلى الله عليه وآله قال المقصود فقط أرض المسلمين؟ يعني المهدي عليه السلام عندما قال سيملأ الأرض وخلى قوسين عدلا، أصبر وخلى الأرض عدلا، غير تخليني أسأل سؤالي، اعطيني مجال يا حبيبي يا نور عين يا معاذ، اعطيني مجال الآن. أنا أجاوب قبل أن تكمل السؤال، أجاوب عنك. ما شاء الله أنت تعلم الغيب، تعلم الغيب. لا زين أوقف، شو السؤال يا سيدي؟ لا أنا أكرره كل يوم تكرر. والله ما أكرر هذا السؤال، إذا سألك أصلا ما سأله، راح أسألك إياه وشوف مكرر ولا لا. الآن النبي صلى الله عليه وآله عندما توفي كانت هنالك أراض لم تكن مسلمة فكانت ماذا؟ شلون؟ أراضي مسلم ماذا يعني؟ ماذا تعني؟ يعني النبي لما مات صلى الله عليه وآله كانت في أراضي ما كانت مسلمة، والصحابة فتحوها وأدخلوا الإسلام لهم، صح؟ يعني ما كانت مسلمة، الصحابة أدخلوا الإسلام لهم، صح؟ نعم. طيب الآن النبي عندما مات صلى الله عليه وآله، أنت تقول كان الأرض اللي كانت مسلمة في زمان اللي قال سيملوها في الأرض التي ستفتح، وين أنا سأل هذا السؤال؟ هذا أول مرة أسأله. سيملأ الأرض عدلا فيما حكم بلاد الإسلام، سيحكم بلاد الإسلام. لا هو النبي إذا هي ما مفتوحة يا أخونا، إذا هي الأرض ما مفتوحة شلون حكمها؟ يا ناس بالله عليكم، يعني يا عم النبي مات صلى الله عليه وآله والأراضي لم تكن مفتوحة، الصحابة مو ذبحتونا عمر فتح بلاد فارس ومدري مثل ذبح نارس، بس اعطيني مجال تفتهم سؤالي، مو انت تغرد بجانب اخر، اعطيني مجال. تحكم بلاد الاسلام بابا، انا فهمتك، تحكم بلاد الاسلام، تحكم، ما يريد يسمعك بابا، اعطيني مجال خلي افهمك السؤال. يا معاذ يا حبيبي اسمعني بإذنك بقلبك، اسمعني وين ما تريد اسمع. الآن النبي صلى الله عليه وآله توفي وفي لنفرض 1000 كيلومتر فيها مسلمين،
هل النبي عندما قال إنه ابن الزهراء عليه السلام المهدي سيملأ الأرض، هل قال عن هذه الألف كيلومتر ولا قال عن الأرض التي سيفتحها عمر؟ اترك عمر، اترك عمر، عمر فتح بلاد المشرق. خالد يا ابا خالد يا ابا هارون لا رشيد يا ابا عبد الملك، لك ذولا شنو من معقوله من والله عجيبه امركم يك يا اخي. انا ما اتكلم يا عمر يا استاذ وعلي. دقيقه، تريد ان نجيب؟ هو شنو سؤالي غير تفتهم سؤالي؟ انت قلت انه مو انت قلت شنو؟ اطرح السؤال وسأجيب. اسمع سؤال، يلا اسكت، يلا اسكت، خلي اطرح سؤالي. انت تفضلت مشكورا، قلت ان المهدي سينشر العدل في اراضي المسلمين فقط، انت تفضلت. زين، اراضي ما يحكم، سيحكم بلاد الاسلام. اي سيحكم بلاد الاسلام، وبلاد الكفار يحكمها لو لا؟ لا يعلم، لكنه ما دام قال لا بلاد الإسلام عدلا، لأن بلاد الكفر دقيقة يا فيها ظلم وهو ظلم الشركي والكفر وغير ذلك. يعني جاوبني، جاوبني، المهدي، المهدي سيحكم فقط المسلمين؟ يعني مثلا يا بطيني مجال، يعني المهدي، يعني المهدي، يعني المهدي السني، يعني المهدي السني، طيني مجال، يعني المهدي السني عندما يحكم بلاد المسلمين سيترك فلسطين لإسرائيل ولا يأخذها؟ لا، فلسطين ستفتح قبل المهدي، لأن المهدي سيأتي في في زمان فيه ظلم وهو من علامات الساعة. زين، من علامات الساعة. لحظة، أنت هدوء هدوء، قلت أن فلسطين ظاهر. لحظة، أنت قلت فلسطين ستفتح قبل يمنة ويسرى، ذكرت لك علامتان حتى الآن، حتى الآن علامتان. العلامة الأولى يكون في العالم ظلما ليس كظلم زماننا فيعدل، هذا أول. والله ما يستطيعون أن يقفوا. وين في الروايات إنه ليس كظلم زماننا؟ وين هذا الكلام موجود؟ ها؟ لأن كل عام يكون العام الذي بعده أشر منه. من يقول هذا الكلام؟ فإذا لو قلنا في زمان قارئ التاريخ ماذا فعل التتار؟ ماذا فعلوا المغول؟ ماذا فعلوا المسلمين؟ التتار والمغول ماذا فعلوا المسلمين؟ قارئ التاريخ؟ ها؟ هذا أولا الدلالة على أنه سيأتي في زمان فيه ظلم ليس كزماننا دليلنا. ليس كزماننا وين أنه ليس كزماننا؟ وين من يقول هذا الكلام؟ وهذا معلوم أخي، وين ليس كزماننا؟ ثم تقول أنت المهدي ما يحكم كل الأرض. من أين جئت أنه ما يحكم كل الأرض؟ أخي، من أين جئت أن المهدي ما يحكم كل الأرض؟ الآن بلاد الإسلام، البلاد العربية. منين جبت هذا الكلام؟ كحالة قنطينة. طينا الدليل، طينا، ويقول لك أين الدليل يا عمي؟ أنت تتكلم هكذا وكلامك إنشائي، أين الدليل يا رجل؟ وبين قول الله تبارك وتعالى يظهره على الدين، على الدين كله، على الدين كله، ولو كره المشركون، ولو كره كيف يظهر على الدين، على كل الدين؟ كيف يكون الإسلام هو الدين العام إذا ما يملأ كل الأرض؟ يملأ كل الأرض قسطا، الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا، الظلم والجور في كل الأرض، لذلك هو سيملأ الأرض كما ملئت، أي كل الأرض. صح؟ ومن قال لك أن لفظ الأرض الذي يأتي بمعنى ذلك بأنه كل الأرض؟ لأنه لا توجد بقعة الأرض ما فيها ظلم وجور. الأصل في اللغة هو ظاهر اللفظ، فالذي يخصص يلزمه الدليل. احنا نقول هاي الارض، النبي بعث للارض، هي الارض، انت تقول ربع الارض، نصف الارض، وين الدليل؟ تفضل. اقيده، انا استطيع ان اقيده،
أستطيع أن أغير. أين الدليل؟ أقرأنا تسلم جدلا بأنه ما في جدلا، ما لا تسوي لي جدلا، إحنا ما عندنا جدلا، عندنا دليل. تفضل أعطينا الدليل. لا لا تسلم جدلا لأني سأتي بالدليل. لا 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 انتظر أتي بالدليل. تفضل جنيد. جنيد تفضل. ألو سني. نعم عندكم مهدي؟ حجي يوسف سؤال بريء وشفاف. نعم أنا مهدي. اي شلون تعرفون المهدي؟ اي سيدنا تفضلت. السؤال اخونا العزيز جنيد، المهدي حينما يظهر سيحكم الاحكام الشرعيه مثلا بفقه ابو حنيفه ام فقه احمد بن حنبل ام مالك ام الشافعي؟ انا والله ما بعرف هذا السؤال. ما هو مو سني؟ هو سني لو مو سني؟ المهدي سني ام ليس بسني؟ مسلم. مسلم سني لو شيعي؟ والله المفروض انه على من آل الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني سني. السنة والشيعة هذه مش جاءت بعد الرسول، والله ما انا عارف. ما انت عارف. هو لما يظهر، هو لما يظهر يظهر سني ام شيعي يوالي علي والأئمة الاثنى عشر؟ يعني هو مكتوب انه شيعي بس بدي افهم، بس انا بدي افهم هو مكتوب شيعي؟ النبي قال 12 يعني شيعي. النبي قال الخلفاء 12 وآخرهم المهدي يعني 12. طيب لما قال النبي ما حكى انه شيعي، قال انه الامام 12 مثلا. اي مو احنا فقط 12، ما في على الارض بس احنا، في انت تشوف على وجه الارض الكرة الارضية كلها تشوف ناس طبقوا حديث النبي عندهم الخلفاء 12 غير احنا الشيعة؟ هاي الارض. تفضل. منذ النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن فقط إحنا، والحديث موجود عندكم وعندنا. هذا بس اسمع شوي بس الله يرضى عليك. اسمع تفضل. في سنة وفي شيعة. إيه. يمكن اثنين غلط ويكون الإمام مهدي يطلع ويقول اثنين غلط. لا شلون ممكن اثنينهم غلط؟ لأن إحنا نتب وأنا جبت لك الآن. أنا شوف أخونا بعيدا عن التعصب، يعني بعيدا عن الإسلام كله غلط، إذا الشيعة والسنة غلط يعني الإسلام كله الآن غلط، يعني ماكو إسلام. لا يا رجل كيف ما في إسلام؟ استغفر الله. إذا يعني. إذا السنة غلط والشيعة غلط من هو الصح؟ لا منه؟ مو قصدي يا ابن الحلال، أنا صار لي بسمعكم أشهر يعني، بس أنتم يعني عندكم حجج وعندكم كلام مثلا، والواحد يتابع وراكم وبيشوف وكذا وبفهم أنه عندكم قصص مضبوطة يعني، فأنت روق علينا شوي. طيب أنت سني أخونا العزيز أم سلفي؟ سني. سني. أنت سني؟ لا مو سلفي. أنت مو سلفي، أنت جاي تبحث عن الحق؟ آه والله جاي تبحث عن الحق. في عندي سؤال الله يخليك، والله مسألت الإمام المهدي أنا خلي سأل سيدنا، ما دام يبحث عن الحق تفضل أسأل. أسأل أخونا سؤال يا أخي، بسمعكم بتقولوا إنه الأرض لازم ما تخلو من إمام، وإنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الأرض بدون إمام وعين الإمام علي، وأنا والله موافق يعني، أنا مش إنه موافق إني صرت شيعي لا، بس إني مقتنع بهالكلام. صح. كويس. طيب. بس ليش بعد الإمام عش تركتونا بدون إمام؟ هاي الشغلة مش راكبة معي. بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ ليش بعد شو؟ بعد لما وصلنا للإمام 12 اللي هو المهدي يعني، وخليت الأرض من الإمام. لا ما خلت الأرض أخي العزيز، غياب الإمام المهدي عليه السلام لا يعني أنه غائبا غير موجود، غياب شخصه أي عدم معرفة شخصه، واضح؟ غياب الشخصية وليس غياب الشخص نفسه، هو موجود، فرق بين غياب الشخصية وغياب الشخص نفسه أخي العزيز، واضح؟ وشخصيته غير معروفة، هو موجود الآن، روايات عندنا عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أنه يحضر الحاج، يحضر الموسم، يطأ بسطنا، يمشي في شوارعنا في أسواقنا. هل يمكن أتكلم؟ شخصيته غير معروفة، شخصيته غير معروفة، هذا هو الفرق. الله سبحانه وتعالى أمده بالعمر، بالعمر الطويل، كما أعطى نوح العمر الطويل، كما أعطى عيسى بن مريم العمر الطويل، كما أعطى الدجال عند السلفية، الدجال عند الوهابي عمره أكثر من 4000 سنة. زين. لحظة سيدنا بس اعطيني مجال الله يرضاك. أخونا الجنيد أنت قلت للسيد أنك تبحث عن الحق صح؟
يا أخي ليس جنيد الذي يتكلم. نعم منه؟ ما بعرف أنا هلأ عم أتكلم. أنت منه؟ مين أنت؟ شو اسمك؟ أنا جنيد، أنا الآن حتى فتح المايك. طيب اللي قبلك مين كان يتكلم؟ ما أدري والله. طيب أنت اللي سألت عن الآن الإمام الثاني عشر؟ أنا ما سألت عن شيء، الآن دخلت وما أعرف كيف هيك أصلاً، كيف أنتوا قلتوا جنيد وبعدين دخل شخص آخر، والله ما أعرف. طيب الآن أنت جنيد سني؟ أنا مسلم. طيب أنت مسلم، عندكم مهدي كمسلمين ولا لا؟ نعم عندنا مهدي طبعاً. متى يظهر؟ والله شوف، كمسلمين في اختلاف على المهدي. تمام؟ أصلاً يعني إذا بدنا نحكي عن الشق السني في الموضوع، فالسنة لا 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 تقول لحظة الآن أنت سني الآن تقول يا أخي أنا مسلم لا إله إلا الله، والله لو أني سني أو شيعي قلت لك أنا مسلم. طيب الآن بالمسلمين بصورة عامة نحكي، لا تقول لي سني وشيعي، لأن أنت قلت أنا ما أريد أن تمي لأي طائفة من الطوائف. الآن كمسلمين قلت عندنا مهدي صح؟ كمسلمين عندنا مهدي طبعا. متى يظهر المهدي؟ تماما. هلا أنت سؤالك متى يظهر المهدي ولا شو الدلالة على المهدي؟ وحدة وحدة الآن أنا أمشي معاك، متى يظهر المهدي؟ أما متى يظهر المهدي فالعلم عند الله. أحسنت. أنت اليوم كشيعي تعرف إمتى يطلع المهدي؟ لا لا الآن تركنا، مو قلنا ما نتكلم كشيعة وسنة، أنت مو مسلم، خلينا كمسلم. مسلم بس أنت تعرف عن نفسك أنك شيعي، لهيك سألتك. الآن إحنا موضوعنا مهدي السنة، أنت قلت ماني سني أنا مسلم، فالآن أنا مسلم لست سني ولست شيعي. إيه إذن الآن نتكلم معاك كمسلم، إحنا موضوعنا ما هو مهدي الشيعة. طيب الآن أنت قلت ما أعرف متى يأتي الإمام المهدي عليه السلام، زين لو أتى الإمام المهدي سلام الله عليه فأنت ملزم ببيعته طبعا. طيب كيف تعرف أنه هذا هو المهدي؟ أيوة هذا السؤال نفسه. نحن كمسلمين لو خبرونا مثلا من الديانة النصرانية أنه في نبي رح يجي بعد سيدنا عيسى، تمام، كيف رح نعرف هذا النبي؟ نفس الفكرة، نفس الـ اللي هي شنو نفس الفكرة اللي هي يعني مثلا لو عيسى خبر الناس أنه في نبي رح يجي من بعده، صح ولا لا؟ أشلون نعرفه؟ تمام، ما هو النبي ما في داعي انك انت اصلا تستنى العلامات، النبي واضح الان. شنو جوابك الان؟ انت ضربت مثال نبي. نعم لحظة مع المثال النبي. لا 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 مو حتى لا النبي لا يثبت. النبي يثبت نفسه انه نبي، نفس الفكره المهدي عليه السلام كيف يثبت نفسه انه مهدي؟ احسن يعني كيف يثبت انه كيف يثبت انه مهدي؟ النبي يثبت نفسه كنبي والمهدي يثبت نفسه كمهدي، كيف يثبت نفسه كمهدي؟ شو الطرق؟ تمام راح جاوبك. تمام هلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقت اللي إجا كان معه بينات، تمام، فالناس صدقت واتبعت، تمام، اللي هي اللي هي البينات منها القرآن وهو أهم البينات. يعني أوقف لحظة لحظة، النقطة الأولى النبي محمد صلى الله عليه وآله جاء بالقرآن، المهدي يأتي بماذا؟ المهدي أول شيء من معجزات المهدي أن تجتمع عليه الأمة، يعني أنت وقت يطلع المهدي أصلاً ما لا إذن المهدي أفضل من النبي، أنت قلت مثل النبي ما اجتمعت عليه الأمة، إذن المهدي أفضل. لا النبي اجتمعت أنت قلت هدوء اسمعني يا أخونا جنيد اسمعني، هي مو مسألة أنا، أنت مو قلت ما ثبت اللي أثبتنا بها نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله نثبت بها إمامة المهدي عليه السلام. الآن هل النبي اجتمعت عليه الأمة الإسلامية؟ نعم اجتمعت عليه. لا ما اجتمعوا عليه. لحظة الأمة الإسلامية اجتمعت على النبي طبعا لأن هي آمنت بالنبي، الأمة يعني كل الكون اجتمع على النبي. الأمة الإسلامية اجتمعت على محمد، زين، وستجتمع أيضا على المهدي. لحظة هل الأمة الإسلامية منهم المنافقين ولا لا؟ طبعا المنافق يعتبر من المسلمين. لي
المنافق. هلا انت دخلت بموضوع ما ورائي الموارائيات. لا 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 مو ما انت قلت ان النبي بس هدوء هدوء. انت قلت ان النبي اجتمعت عليه الأمة الإسلامية والمنافق حكمه حكم المسلم. سؤال، هل المنافق اللي حكمه حكم يظهر له النفاق في حال ظهر النفاق تبعه بطل مسلم؟ لا لا، احنا انا وانت نتفق ان في المسلمين منافقون صح؟ هم ليسوا في المسلمين عمليا، نحن مفكرينهم مسلمين. ادري بس احنا على الظاهر ما لنا علاقة. انت تعرفهم المنافقين؟ تعرفهم؟ لا ما اعرفهم. خلاص اذا ان الظاهر انهم من المسلمين صح؟ نعم صح. هؤلاء المنافقون اجتمعوا ان النبي صلى الله عليه واله نبي حق؟ المنافقين اجتمعوا على المسلمين اجتمعوا على ان المنافقون اجتمعوا مع المسلمين على ان النبي حق؟ نعم كان هنالك منافقين. نعم اخونا سؤالي، المسلمون قالوا ان النبي حق، المنافقون اللي هم مسلمين ولكن في باطنهم شيء، هل اجتمعوا على ان النبي حق؟ ليش اللف والدوران يا عزيزي؟ يا عزيزي والله الان يا عم الف ولا يا عم ادور. انا واضح، انا لو اني بدي الف ودور تمام، لو اني انا منحاز الى فئه وعم دافع عنها كنت حددت مذهبي. انا عم اقول لك انا رجل مسلم تمام. لا لا الان خلينا في الموضوع بعدين نجي. انت محترم لا اسمع لا لا. يا اخي انت يا بدك يا أخي جنيد، أنا ناقش فكرتك، أنا ما لي علاقة أنت مسلم أنت شيعي. إحنا فكرة أنه أنت قلت المسلمون اجتمعوا على النبي، المنافق ظاهروا الإسلام، فأسأله هل المنافق اللي هو مع المسلمين اللي ظاهر الإسلام هل هذا يعتقد أن النبي حق ولا ما يعتقد؟ يعتقد أن النبي حق، في آية قرآنية واضحة في هذا، آية قرآنية واضحة في هذا، هو أمام النبي يقول أنت النبي، وإذا خلى إلى شياطينه يقول إنما كنا إيش. إذن المنافق، إذن المنافق اسمع، إذن المنافق الذي هو المسلم لا نعتبره ممن اجتمع مع المسلمين الحق، اتفقنا؟ نعم نعم اتفقنا. إذن الآن أول بساط، أول بساط انسحب أن النبي اجتمع عليه المسلمون. لماذا؟ لأن المسلمون لأن المسلمين عفوا لم يقروا لنبي الرحمة، مع أنهم شهدوا أنه رسول لكن لم يقروا له أنه نبي حق. اتفقنا؟ لا ما اتفقنا، لأنه يا أستاذي العزيز أنا برجع بقول لك المنافق والمسلم سيجتمع، كما اجتمع المنافق على النبي صلى الله عليه وسلم سيجتمع أيضا على المهدي تمام. كلهم سيجتمعون على المهدي بغض النظر تمام، هو منافق ولا غير. راح أترك الآن المنافق وغير المنافق سيجتمع على المهدي عليه السلام. الآن السؤال، إحنا لما نريد أن نجتمع على المهدي، أنا أحب المهدي وأنا حق وعندي صديقي منافق وهكذا تمام. كيف نعرف انه هذا المهدي حتى نجتمع عليه؟ سأجيبك تماما. اولا في عنا ثلاث مراحل، مرحلة خروج المهدي تمام، من هو المرحلة من يخرج يظهر فيها المهدي. خليني اكمل بس اللحظة التي يخرج فيها المهدي على مين يخرج؟ انا اذا اعرف من حقي اناقشك مين يخرج يا اخي. انا انت عم تنق، انت بدك تعرف الموقع يعني ابعت لك الاحداثيات. لا انت بدك المهدي يخرج عندما تقول يخرج. لا اخونا احنا نفكك العبارات، عندما تقول المهدي يخرج من وين يخرج يا اخي؟ ان شاء الله يخرج من الشام، يخرج من العراق، يخرج وحده ويا مجموعه ويا جيش، يخرج وحده. كيف العقل يقبل يا اخي، كيف يقبل العقل انه شخص يخرج وحده ويدعو الى انقلاب في كل العالم؟ شلون انت تعقل هذا الشيء؟ يعني انسان وحده يخرج، لحظه ارجوك تعقل انه انسان وحده يخرج من مكان، من الشام كما تقول، من العراق، من اليمن، وحده يخرج ها ويقطع هذه الاراضي والصحاري ويدعو لنفسه ويسوي انقلاب على كل؟ شلون ترهم هذا؟ هو ما يدعو لنفسه اصلا. ها هو لا يدعو لمن يدعو عليه؟
الناس تشتمع. كيف تعرفوا الناس تجتمع؟ كيف تعرفوا الناس؟ ها تماما. انت اليوم هل كان في زمن الرسول عليه الصلاة وعلى آله الصلاة والسلام، هل كان في زمن الرسول تمام منافس للرسول؟ يعني هل كان في نفس الزمن، ليس بعد ما مات، في نفس الزمن تمام عندما خرج، بقصد سن من هذاك منافس في شنو في ماذا ينافس؟ منافس بالنبوة. هل خرج في نفس الوقت منافس يا بيا كاس النبوة ينافس شنو ينافس؟ لا موجودين انبياء كذب، ومسيلمة الكذاب، الاسود العنسي، سجاحة، لا طلع بعدين. هلا في زمن هي، انت قلت في زمن، نعم في زمن هي موجودين، في زمن هي موجودين. اعمل لك لحظة خروجه هذاك بعد ما نزل القرآن، لحظة خروج النبي اخونا العزيز، لحظة خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يمكن أن تقاس بقضية المهدي عليه السلام. الآن الواقع الحال تغير، لماذا؟ لأنه الآن البلدان الإسلامية كبيرة جدا، الأعداد بالمليار ونص مسلم عدا غير المسلمين، البلاد العربية والإسلامية كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وآله خرج في بيئة ضيقة، خرج في مكة ودعا إلى نفسه بأنه نبي، طيب، وكان معروف من أهل مكة، يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون حسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته، واضح؟ ثم دعا وآمن به عدد قليل ثم تكاثروا. طيب الإمام المهدي عليه السلام يخرج يعمل انقلاب في كل العالم، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. النبي كان أهله وكانت قبيلته، وحتى الكافرين يعرفون لحظة، يعرفون صدقه ويعرفون أمانته، ومعروف بالصادق الأمين. طيب، والله تبارك وتعالى أيده بجبرائيل، نصره بميكائيل، أيده بالمعجزات. حينما ولد انشق إيوان كسرى، خمدت نار المجوس، سقطت الأصنام على وجوهها، الله أيده بالمعجزات، أيده بالقرآن الكريم، أيده بتسبيح الحصى بين يديه، أيده بتكاثر الطعام، أيده بالبركة، كان يدعو الشجرة فتقبل إليه، يقول لها ارجع فترجعي. هل المهدي يتمتع بمثل هذه الصفات؟ تمام. أولا سؤالي، المهدي عنده مثل هاي الإمكانيات؟ عنده هذه القابلية؟ تمام، سمعت سؤالك، بدي جاوبك عليه. إيه، جاوب ناس، عنده مثل هذه القابلية؟ مثل ما عند النبي؟ أولا المهدي عنده إمكانيات، ولكن الظرف كما تفضلت حضرتك، الظرف مختلف. تمام، بين رجل يدعو إلى دين جديد، وبين رجل يدعو إلى توحيد الأمة، تمام، ونصر الأمة، في فرق. تمام، أولا المهدي لا يدعو الناس في البداية. أنا كنت عم أقول لك في عندك ثلاث مراحل لخروج المهدي. قلت لك أنه بالأول المهدي لا يدعو الناس أصلا، الناس تدعوه والناس لحالها تمشي وراه، والناس تذهب إليه وتقول له أرجوك بصفة ماذا؟ تقول له أرجوك بصفة ماذا؟ بصفته ماذا؟ أخونا تمشي وراء الناس شنو هي ظلمة ولايته يمشون وراء غير بصفة ماذا؟ بصفته ماذا؟ أخونا جنيد يمشون وراءه ويدعون بصفته ماذا؟ يا أخي رح جاوبك. إيه؟ الآن أنت لو فرضنا في خمس رؤساء دول مثلا، تمام، وأربعة منهم سكيرين عربيين قاتلين إلى آخره، وواحد منهم عادل، تمام، وهو نعم. الوحيد القادر على أنقاذ مثلا فلسطين، أحسنت، واجتمعت عليه السنة والشيعة، خليني أكمل يا أخي، واجتمعت نعم. عليه السنة والشيعة، تمام، وكان من نسل الحسن، نعم، تمام، وكان نعم. أو من يا أخي المهم من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وكان أيضا معروف أنه من نسله، يعني مش مدعي، وكل نعم. الناس أجمعوا عليه سنة وشيعة، تمام، هل هو المهدي ولا ليس المهدي؟ ما يخالف، أجمعوا عليه بصفته ماذا؟ شنو؟ أنا عم قلت أنت وقت اللي بيخرج وتجمع أخي عليه أخي أجمعوا عليه مرخصتك، أجمعوا عليه يعرفونه إنه هو المهدي؟ لو ما يعرفونه أجمعوا عليه. هلأ سؤال، تسمية المهدي هل هو اسمه مهدي؟ عند السنة وعند الشيعة هو اسمه مهدي؟ أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه بذاك الاسم، بهذا الاسم.
تمام. انا هذا محمد الان سماه محمد وسماه وسماه اسمعني اسمعني سماه محمد وسماه المهدي. تمام. هلا انا عم ارجوك لا تحيد، ارجوك لا تحيد عن سؤالي. الناس تجتمع عليه تعرفه. من اطلق على المهدي من السنة او الشيعة الان ان اسمه هو الحقيقي المهدي؟ النبي صلى الله عليه واله في حديث صحيح عندنا وعندك. طيب شو عندنا وعندك؟ انا بقول لك انا لاني سني ولا شيعة، بتقول لي عندي وعندك؟ موجود عند المسلمين، عند المسلمين. يعني لك من القمر غير هي كتب الشيعة والسنة. عند المسلمين اسمه المهدي. يا أخي الله الله يوفقك. يعني أخونا إذا أنت لا سني ولا شيعي كيف عرفت المهدي من القرآن؟ الطين المهدي من القرآن. لا حديث، لحظة رح خبرك رح جاوبك جواب واضح. أنت اليوم ما قبل ظهور ما يسمى الشيعة وما يسمى السنة. أي الطين يا من القرآن. ما ما في لا سنة ولا شيء. الطين من المهدي. لا أنت وين رايح؟ أنا عم أسألك سؤال قبل ما يظهر. يا أخي قبل أن تسأل إثبت الدليل. أنت قلت أنا ما أعترف بالكتب لا سنة ولا شيعة. الطين المهدي من القرآن. أنا قلت لا أعترف بالكتب. أنا قلت لا أعترف. طب من مين عرفت المهدي؟ من أي كتاب؟ شو اسم الكتاب؟ في الكتابين. في كتب السنة وكتب الشيعة. أنا برجع الكتب. وإحنا أيضا نقول لك اسم المهدي من كتب السنة وكتب الشيعة. خلاص. والله حق لكم أن تفخروا يا شيعة. تشوفون هذا التخبط؟ والله يوم القيامة يقفون هذا الموقف. يا عمد انطيني مجال. حجي أنا أريد أوصل وياك النقطة. أرجوك. اسمعني يا أخي جنيد والله أريد أوصل وياك المعلومة. تستفيد منها أنت واستفيد منها المشاهدين. الآن قلت الناس يتبعونه بصفته إنه هو المهدي الموعود أم لا؟ المهدي الموعود يتبعونه. إيه؟ هو أنا برجع هو جوابا لسؤالك هي نفس. إيه؟ الفكرة. هل هو بالأساس اسمه المهدي؟ ما مو اسمه المهدي، اسمه شنو تسمي أنت؟ هو الذي وعد به النبي صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا. هو الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ أي طيب. هو الذي وعد به. طيب هذا الذي وعد به النبي صلى الله عليه وآله، هذا اسمعني، الذي وعد به النبي صلى الله عليه وآله هو شخصية معلومة أم شخصية مجهولة؟ معلومة طبعا. أحسنت. كيف عرفوا أنه هذا الشخصية المعلومة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف عرفوا واتبعوه؟ هلا أنت بتتبعه فقط اذا قال لك انا المهدي، ولا بتتبعه اذا هو رجعنا يا رب انت تنكر المهدي تقول ماكو مهدي، اسمه مو مهدي، اتفقنا عليه شخصيه معلومه النبي صلى الله عليه واله عرفها. كيف عرف الناس انه هذا هو الشخص الاخير؟ كيف عرف الناس ان هذا المهدي هو الشخصيه الموعوده التي وعد بها النبي؟ كيف عرفوه؟ باي دليل؟ تعرف الناس أنه المهدي عندما تجتمع عليه كل الأمة. هي يا بغا يا جنيد الله يرضى عليك رحمة الله على والديك. اسمع، احنا نريد نسافر المكان غير كون اكو طيارة، يوجد طيارة حتى نصعد بالطيارة الآن، غير كون موجود مهدي حتى نجتمع عليه. نريد نسافر، نريد نجي غير الطيارة فين؟ شلون نعرف هاي الطيارة الآن؟ لا حجي، سؤال بريء وشفاف. الآن الناس اجتمعت. سافر تطير بالطيارة أحسن لك. لا حجي، الآن الناس اجتمعت عليه الناس. طار بالطيارة خليه يطير. طيب تفضل أخونا من أمريكا. يعني عجيبة والله، يعني هالعناد ليش المهدي تجتمع الأمة؟ زين الأمة عندما تجتمع يا أخواني، عندنا بالعراق قبل يقولون هذولا لازمين سرعة البيض، بيض لازم يصير يعني كيو لاين، يعني يغير يكون أكو بيض حتى يلزمون سرعة. لا، والمشكلة حجي طلع أفضل من أبو بكر ومن عمر وعثمان، لأنه يقول مثل النبي عنده معجزات، مثل النبي صلى الله عليه وآله عنده معجزات وعنده كرامات، وذول الله وكيلك ثلاثتهم لا معجزات ولا كرامات. يعني سمهديهم لا هو بيض لا هو الطيارة لا هو، ما عرفنا المهدي منه، ما عرفنا حتى نجتمع عليه. تفضل أخونا من أمريكا، تفضل. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سني لو شيعي؟